السلام عليكم، انا مصطفى مسير مقهى في اوكيمدان. يعني كما كتلاحظوا شويه ديال الثلوج كطيح، وحنا مستعدين بما فيه الكفايه يعني من جميع النواحي. وكما كتلاحظوا الطريق مزيان، راه عاد دار التوسع ديال الطريق ديالو، كاين راه في حاله جيده مزيان، ولي غومونتي ميكانيك و تاب من الساشنيج ديال التجهيز والنقل يعني واللوجيستيك، يعني قامن بالواجب، راه حاطين ودايرين توما مستعدين للشتوى ان شاء الله الرحمن الرحيم. وكنتمنى تدوز في احسن الظروف ممكن، وتنرحبوا بجميع الناس من طنجة حتى الكويرة، وتنرحبوا بهم، وراه كاين مستعدين والثمن مناسب، وكاين لي شالي ديال الكرا، وكاين لي زوتيل. احنا كنوجدوا لي طاجين بما الماكله كامله بصفه عامه، كنوجدوها يعني يعني الماكله في متناول الجميع، لي طاجين كوسكوس يعني لي غياض لي بيزيريا، كلشي بما يتعلق الماكله، كلشي الحمد لله كلشي كنوجدوه في احسن ظروف ممكن. كنتمنوا هاد 2021 تدوز بسلام، والله يرفع علينا هاد الوباء. بسم الله الرحمن الرحيم، الشكر الجزيل للقناه اللي تسمى بالمصدر، كنشكركم على المجهودات اللي كتقوم بها على صعيد التراب الوطني باش تكون بخير. والان راه الحمد لله كتواجد هذه القناه اللي كتسمى بالمصدر في المنطقه ديال اوكيمدن، اللي كتعرف التزحلق على الجليد في هذا الموسم هذا في هذه الوقيته. الساكنه ديالها هنا الحمد لله كتعيش من الثلج، من الثلوج جميع يعني لا المقاهي ولا الناس اللي كيديروا الاسكي، كلشي ولا لي ستاسيون كلشي الحمد لله راه مزيان بخير. الساكنه راه يعني اش نقول لك، هذا الشيء اللي كان باش كتعيش بوحدو. وكنشكروا جميع السلطات اللي قايمين بالواجب ديالهم من الاول الاعلى الحمد لله على المجهودات ديالهم، الله يجزيهم بخير ان شاء الله الرحمن الرحيم. هذا العام ان شاء الله كيبشر بالخير بزاف، يعني ما حيتاش الثلج اللي طاح دروكا، الثلج اللي طاح دروكا راه طاح غير في القمه، الا طاح في القمه راه تيجي بشويه بشويه، يعني كتجي الثلج كتجي هو هذاك، يعني الحمد لله كنتمنوا كل خير، كنتمنوا كنتفائلوا الخير ان شاء الله الرحمن الرحيم. ودابا حاليا راه كطيح الثلج حاليا في هذه الوقيته بالضبط، راه الثلج كطيح. وكنشكروا هذه القناه بزاف بزاف اللي جات في الوقيته ديال الثلج، جات في الوقت المناسب، كنشكركم بزاف وكنتمنوا الخير للجميع خويا، الله ينصر سيدنا تبارك الله عليكم. وحنا مستعدين يعني كصاحب مطعم كيمدن، مستعدين من جميع النواحي ان شاء الله. وهذا العام يعني يعني واخا التساقطات الثلجيه عرفت شويه ديال التاخر، يعني كل عام فاش كتاخر الثلج يعني كيكون العام زين. وهذا العام ان شاء الله على حسب الحاله الوبائيه 75% ديال لي غومونت ميكانيك اللي غتكون ان شاء الله، المقارنه ديال العام الفايت اللي ما يعني ما خدمناش على حسب الوباء، وداك الشيء اللي رفعنا الوباء اولا. ايوا ان شاء الله هذا العام مستعدين لكل شيء ان شاء الله، وفي حاله جيده يعني حتى الاجراءات الاحترازيه مستعدين لها ان شاء الله، يعني كل شيء كاين كل شيء موجود. وكنتمنوا ان شاء الله العام يدوز زين ان شاء الله، والطريق في حاله جيده ان شاء الله، على الطريق عرفت يعني عرفت فيها الاشغال يعني في الاونه الاخيره، توسعت في الطريق مزيان، يعني كاين اصلاحات في الطريق، يعني كل شيء هو هذا. كنتمنوا الخير من الله تعالى. بالنسبه للزوار ديالنا موجودين لكم كل شيء يعني باثمنه مناسبه، ما كاينش شي غلاء في الاسعار ولا شي حاجه، يعني كل شيء في المتناول. كنعتبر راسي انا راه من زوار المنطقه، يعني يعني بالمعاهدات ديالي كنعاهدها ان دائما كنجي لهذه المنطقه يعني، لانني كنبغيها بزاف وثلجيه ان شاء الله. ونتمنوا على ان تكون التساقطات الثلجيه اكثر من هذا الشيء اللي كنشوفوا فيه. ممكن نشكروا جميع الاخوه اللي كاينين في هذه المنطقه، لانه الترحاب العائلي بحال كتحس براسك اكثر من العائله. ونتمنوا لهم التوفيق ان شاء الله، الله يرفع علينا وعليهم هذا البلاء ان شاء الله ديال هذا الكورونا اللي اثرت شيئا ما على الاقتصاد ديال هذه المنطقه. منطقه جميله ان شاء الله، ومراكش بصفه عامه كيمتاز بواحد الصبغه ديال الجبليه. ونطلب من جميع الاخوان اللي كتكون عندهم شي وقيته فارغ انهم يزوروا المنطقه باش يشجعوا على السياحه الداخليه اكثر من السياحه الخارجيه. ونحث الاخوان جميع الناس اللي كيبغيو يسافروا انهم يزوروا المنطقه ديال هنايا، لا هي المنطقه ديال الجبليه ديال اوكيمدان ولا امليل ولا داكشي. ونتمنى على الله من الخير انه يكثر الثلوج حتى تنظرون الى المنظر الجميل اللي هو كنسميه باللغه الفرنسيه بانوراميك. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم، وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.